وعندنا خبر آخر متعلق بماسك وشركة ثانية من شركات الضخمة وتحديدا تويتر، والقصة متعلقة بالرئيس الأمريكي جو بايدن. فالرئيس الحالي والمرشح كمان لجولة رئاسية جديدة من وقت ما أطلق حملته الانتخابية في عنوان عريض ضمن برنامجه الانتخابي، وهو إصلاح قانون الضرائب اللي بيعتبره معادل وبيوعد أنصاره أنه رح يعدله. ومن يومين قال بايدن لمئات العمال في بنسلفانيا أنه خلاص صار الوقت علشان يدفع الأثرياء نصيبهم العادل من الضرائب. طبعا موضوع الضرائب ودفع الأغنياء لها ملف أساسي في الانتخابات الأمريكية من سنين، ونقطة فاصلة في التصويت للحزب الجمهوري أو الديمقراطي. وطبعا كان موضوع مشتعل جدا خلال المنافسة في 2020 بين ترامب وبايدن. الديمقراطيين شايفين أنه الضرائب جاية على الفقراء وبتأخذ منهم في وقت بتعطي تسهيلات للأغنياء، والجمهوريين وقائدهم ترامب وقتها كان شايف أنه الأثرياء وهو منهم دافعين حصتهم وزيادة. عموما بايدن مثل ما قلنا له كم يوم في ترويجه لحملته بيتكلم عن موضوع الضرائب وبيوعد بخصوصه، وكمل الترويج هذا وغرد عن نفس الموضوع من ساعات وكتب حان الوقت ليبدأ أصحاب الثراء الفاحش في دفع الحصة العادلة من الضرائب. إيلون ماسك متأثر بشكل مباشر في الموضوع، يعني هذا فهو واحد يعني هو أثرياء العالم يعني، وله تاريخ من الصراعات مع السلطات بسبب الضرائب. فطبعا علق على الموضوع المتعلق بالضرائب، لكن برضو كان له تعليق ثاني ملفت. أول رد على تغريدة بايدن قال فيها ماسك أعطوه باسورد الحساب، أتوسل إليكم سيبوه يغرد بنفسه، كلام وكأنه موجه لفريق الرئيس. وماسك أصلا دايما بيطالب أنه المسؤولين والرؤساء يغردوا بنفسهم وبكلماتهم الشخصية. هذه كانت رمية كده على الماشي من ماسك. وكمل بعدها ماسك وانتقد كلام الرئيس وقال له خطتك ما رح تنطبق على الأغنياء، لأنهم في نهاية اليوم هم المتبرعين الأساسيين لحملتك، فحنشوف كلام من غير تطبيق فعلي، في حين أنه الضرر الفعلي حيكون من نصيب الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.